لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذن مشاهدي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم معنا في البث المباشر بالضبط مدينة الدار البيضاء. سيدة صراحة اللي ربات وكبرات وقفات معاهم، مهم وقفتي معاهم، كتسمى حتى هي تربية، وقفتي معاهم وقفتي في جنبهم وساندتيهم وسلفتيهم فلوسك ومشاو للسبيطار وتبعتيهم، في الأخير الجزاء هو أنه ترميك للشارع. قابلتي الأب ديالهم، كنتي الزوجة المخلصة ليه، في الأخير نقولوا نساو الخير. خرجوني من داري دابا جابوني. نقولوا نساو الخير. لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. دائما صورت معاك مخطرة ما جوج، ولكن ما جابش الله الحل. أنا والله القسم فاش كنسمع الله، كنسمع أنني صورت مع شي واحد وما جابش الله، والله القسم إلا خاطري كيضرني وكيبقى فيه الحال. كنقول المكتب هذا ديال الله، حنا كنديروا السبب والكامل على الله، ما عرفنا فيك كاين الخير، واش في هذا البث أولا في شي حاجة أخرى. توكلوا على الله، بسم الله. حاجة، السلام عليكم. عليكم السلام أولدي. كدير؟ الحمد لله، اللهم لك الحمد. الحمد لله رغم كل شيء. الحمد لله على ما أعطى الله وعلى ما أدى، الحمد لله. نقولوا ربي كبير. الحمد لله، ربي ما خلقنا إلا يمتحنا في الدنيا، الحمد لله والشكر لله. حاجة. الحمد لله. شنو اللي واقع؟ اللي واقع أولدي غمضت عينيا ولقيت راسي طايحة في حفرة. حفرة هادي؟ حفرة ولا بير؟ بير، وما عندوش، ما هي حفرة ما هي بير ما والو. إذا ماشي الله سد لي البيبان، ولكن كان العبد هو السبب، والنية ديالي اللي درت النية أكثر من جهدي. واش نقولوا النية خرجت عليك؟ النية هي ما ندمتش عليها، حيت ما غاديش نخسر مع الله سبحانه. وإذا كان بقى فيا الحال، حيت درت النية مع شي ناس اللي ما كيتساهلوش، اللي درتهم ولادي. درتيهم مع ولادك الحال؟ درتهم ولادي، ودرتهم والديا اللي ضعت فيهم. درتيهم بجنبك. وربيبي اللي كنت نعنقهم ما كانش مد لهم ايدي، وهم حاضر غايب نقول لهم دخلوا وليدي، وسد الباب وحاسبهم بخوتي، ما حاسبهمش ربيبي ولا الراجل، ما خاصهمش يدخلوا عندي. وكنت كنعنقهم بيدي، ما نسلمش عليهم بيدي وما نخليهمش واقفين برا، وكيجوا عندي مرباهم نهار يحتاجوا شي حاجه كيجوا عندي مرباهم، كل واحد كيجيب بوحدو. اللي جا عند المعطى ما لقوش لا، واخا انا ما عنديش فقيره ونبقى بلاش ونساويهم. كنتي كتبقاي بلاش وكتعطيهم؟ كنبقى بلاش ونساويهم، وهذا الشيء راهم عارفينه همايا، والله يسامح لهم دنيا واخره. انا مسامحاهم كاع اللي عطيتها من خاطري. واخا دارت لك هذا الشيء مسامحاهم؟ انا كاع اللي عطيتها لهم من خاطري انا مسامحاهم فيها، ولا كان الطعنه اللي طعنوني في ظهري انا وياهم تنعم الله سبحانه وذاك القبر اللي كان جامعنا. شنو نقولوا تغدرتي؟ انا تغدرت في النيه ديالي غدرتني، وانا كنطلب من كل من هي مراه كتسمعني، وكل من هي خت، وكل من هي في تقادت ولادي يكون ولدتهم، ديروا الخير ماشي تنساو الخير، ما ديروش هذا الكلام اللي غنقول. وانا كنحضوا راسكم ما يجراش لكم كيما جرى ليا انايا. شنو اللي جرى؟ انا اللي جرى ليا ما كنتش متوقعه، ما كنتش متوقعه من ولاد راجلي، حيت ما درتش فيهم العار. درتي فيهم خير؟ ما درت فيهم غير الخير، اللي مشى للسبيطار تبعته بصحتي وبجيبي، وكانوا يجوا عندي مورا ظهر باهم، اللي بغى يتسلف لسلفو، واللي جا على المساعده كنساعدو، ولا كنبقى بلاش. انا نقول ما عندهمش ميمتهم، راهم جاو عندي. كيف مثابه الام ديالك؟ حيت انا تيتمت قبل ما يتيتموا همايا، تيتمت. بغيتي تعاود لهم ذاك الحنان اللي معشتي. وقلت دابا يولفوا، ولا كان شفت العيا جاري عزاره ما عليهم حتى شي حاجه، كون ما كانش الدريه الكبيره عوجتهم لبقى في هذاك البيت تماك تلموت تماك. هذه غير حفره، غير بيت. هذا بيت فيه 30 متر، ماشي دار ديال الاملاك المخزنيه، ماشي ملك، غير بيت ديال الاملاك المخزنيه. هي نهار تزوجت سكنت في البيت فين ولدتهم امهم اللي كانوا عايشين فيه 40 عام. هذه تزوجت، خرجت هو من البيت قالت لي بغا يتزوج، صافي ساعد بنته سكنت في ذاك البيت، وحنا خرجت تزوجت انا وياه، وسكننا في ذاك البيت اللي كان مهجور في حياه امها الله يرحم الجميع. يعني سامحتوا في بيتكم وعطيتوها البيت؟ انا ما كنتش هاك الساعه ما كنتش متزوجه. هو الاب ديالها الاب ديالها ملي بغات تتزوج وقالت تلقى بالخوتها الله يسر الجميع، اي واحد غادي يديرها. صافي سكنت مع خوتها في ذاك البيت، وهو مشينا لذاك البيت اللي كان مهجور في حياه امها، وصلحناه واستقررنا فيه وقعدنا فيه. اللي بديتوا من الاول؟ بدينا من الزيرو، بديت انا وياه، هو ما عندوش انا ما عنديش.
صافي اتفقنا على اللونيسه، صافي تفاهمنا مع بعضياتنا، توالونا مع بعضياتنا، بقينا غاديين عايشين في ذاك البيت. اذا جا حداهم في عماره وحده، العماره اللي جات حدا العماره ديال العسكر. اييه العماره اللي ورا الولايه اللي جات حدا العماره ديال العسكر، هذيك ديال العسكر ديال الجيش وهذه ديال المطافين. اللي انا من نهار جيت حنا في الصراع، النهار الاول قالت لي ما بغيتكش، نهار جيت قالت لي واش انت باقا كتولدي؟ نهار الاول قالت لي اش غادي الورث؟ راه ما كاين ما يتورث غير كبوطه عباد الله. واش الناس كتضرب على بيوتها ديال الدوله؟ ديال الدوله وبيوتها، لا جا شي واحد وشاف هاد البيوت اللي كنهضروا عليهم، راه ديال الناس الفقراء اللي غينسوا في الزنقه الله يسوي في ذاك البيت. راه لا جا مسورين، غير مسورين تحت الحيط. هي حتى لا جا شي مسؤول وشاف ذاك البيت اللي نايض عليه هاد الصداع وخرجتني منه، راه والله العلي العظيم، والله العلي العظيم الى عيب يجي شي واحد ويشوف هذاك البيت اللي هي خرجتني منه، راه عيب وحشومه. وهي كان ساترك؟ كان ساترنا. المهم ديال الفقراء اللي ما عاد غادي يخرج للزنقه ولا لدار الكره، اللهم ذاك البيت احسن. وزيدون هاد السيده عندها دارها، الله يسهل عليها، جاب ليها الله دار دويريه، الله يسخر ليها. واخا خاتها عندها دويريه، والدريه الصغيره كانت تقول انا كنت كريت في الرحمه، وقعت مشاكل توصلوا حتى للفراق، ولحقنا للفراق وتفرقنا وعاودتوا رجعتوا. حبست عليا خوتي ما يجوش عندي والاصدقاء ديالي، وعاود ثاني صافي عاود ثاني رجعنا، وبقينا مصبرين عاوني على الكرا، وبقينا مصبرين على الكرا. وما عما واحد النهار الكرا ديال 2021، راه ماشي هو الكرا ديال 2024، باش كنت كاريه برط ما وجات الدريه الصغيره وراها شافتها في الرحمه، اذا في الفتح واحد راه جات وشافتها، فيها جوج بيوت وصالون وحمام وكوزينه، راه جات خدام وشافوا الدار، راه ماشي كيقولوا السيده كتكذب علينا. باش كنت كاريه هذيك البرطمه، دابا راني وليت كاريه بيت بنفس الثمن ديال البرطمه، بيت بنفس الثمن هذيك البرطمه. وعيت واحد يسمعني يجي يصدق الكذوب ديالي ولا الحقيقه ديالي. واخا فاش مات الزوج من هذا الشيء كامل، نهار مرض هوايا، نهار جات لي الدريه الصغيره وخالتها وهي لا اجي ما اجي، قلت لها ثاني غادي نرجعوا للصراع الاول، خاطر ما غاديش تخليني. قالت لك رجعي لدارك. قالت لي اجي رجعي للمعارف حدا الطبيب وداك الشيء. قلت لها بنتي هذه الدريه الصغيره اللي كانت مقاربه ليا. قلت لها ودي، قلت لها اختك ما غاديش تخليني. قالت لي لا، واحد ما يهضر معاك، اللي بغى يجي عندك يجي، وهادي 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 وهادي. اثقت فيها وهجت من انا رحلت، كان هز بوحدي الرحيل، ومن ديك المجيه راجعه ثاني هز الرحيل بوحدي، ما كاينش اللي كيعاونني، كنهز الجريم هنا ومن هنا، هز مهرسه مني ديك، وكنهز في الثلاجه ولا في الماريات ولا في الثقل، وقلت ماشي مشكل عاود راجلي. عاودنا رجعنا للمعارف. تزوجتوا على الحب؟ لا، تزوجنا على حنان وعلى صدق، على نية. واحد يعمر كلاب واحد، هو محتاج لونيسه وانا محتاجه لونيسه، ما عندي لا ولاد لا والدين لا حتى شي حاجه، عندي الله سبحانه، ما مجيش على الطمع. اذا كنت جيت على الطمع القلب على واحد عنده الفلوس، اذا هو عرفت يلا ما عاش لا هو ولا انا. بقينا غادي هكا صافي، جيت جت حوك، جات سيده الدار لمولاها، مولاتها، جيت بقينا هكاك اليوم غدا، اليوم غدا كتقول لي لا خالتي ما تسمحش فيك، لا خالتي طليتي في بابا سيري لي عمليه. هما كانوا من الاول عارفين ما عندوش العلاج، وانا ما قالوش ليا راه غادي يموت. تهزيت الوراق وديتهم لعند واحد الطبيب، وقلت له عافاك اولدي قول لي، قال لي لا هذا الراجل ما عندوش الامل، المرض ديالو راه غادي يدي، راه ما غاديش يعيش. المهم بقات خمس ايام وغادي يموت. قالت لي وسري عند عائلتك وعيدي، حيت عرفت وغادي يموت، هي ضاربه الخطه من النهار الاول. العيد الكبير قالت لي وسري عند عائلتك وعيدي، قلت لها وين عائلتي؟ انا عارفه والديا ما عنديش. قالت لي وين كنت كتمشي عندهم؟ سري عندهم وعيدي. قال انا راجلي هزيت وشحال من شهر وشحال وشحال وصل الموت ديالو ونمشي لخويا انا وياه، وليت العظم فوق الناموسيه، وليت الله يسامح لي. هادشي انا ماشي كنقول زعما اذا شوفوني الناس اجرت، انا كنشوف فيه هادشي. علاش هادشي كل هوايا؟ مهما دازت ثلاث شهور ما كملتش، جيتيني دير ليا الافراق خرجي. واخا كملت 40 يوم باش 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 لاحت الزنقه. ماتت هي نهار جاتني، مات هو نهار 27 في شهر 6، هي جاتني نهار 14 في شهر 9، نهار 14 في شهر 9 جاتني قالت لي شكي واحد واحد الحاله وواحد النزاع، خرجي وخويا عندي مريض وداك الشيء، لا خرجي ما تبقايش ما تبقايش. صافي مشات بحال هي أو الثاني، ودركت العمليه ولا عندي الحريق والحد ديال الاجل ديال العمليه. صافي هي هذيك، مشيت واحد صاحبتي شافني مريضه وصافي، وعندي الحاله ديالي ديال المرض وداك الشيء، وهي تقول لي اجي انا عندي واحد الحال غادي يتكرا وداك الشيء اجي. وهي كرات لي لا ما تدبر على راسي، هي الا كرات لي السيده هذاك البيت ماشي ديال 10000 ريال، غادي تعاونها معاها. اي ما اذا معاونه معايا هذاك ديال 30000 ريال ماشي ديال هذاك الثمن، اذا كنا اصدقاء ومع ام الله يرحمها هي وداك الشيء، هي مسكينه يتيمه. غلبك الكرا؟ الكرا ما غلبنيش، ولكن انا هاد الشيء اللي كنعيش به، انا دابا بغيت شي دواء ولا بغيت ناكل ولا داك الشيء، دارت بيا الدنيا بالحقره. انا هنا اللي كنطلب من الناس
اللي عيطوا لي وبغاو يعاونوني سمحوا لي والله يجازيكم بخير والله يكثر خيركم. والناس اللي فعلا من العماره اللي انا كنت ساكنه فيها الوحده ديال العسكر راني كنشكركم من عيطتوا لي وسويتوني وكلمتوني وكنطلب الله يزيد الامن مثالكم وما تقبلتوش هذا المنكر اللي وقع وكنتوا كتشوفوا كل شيء وتشاهدوا كل شيء وقلتوا لي كنا تشوفوكم من البارك وكتضلي تجري في الجرده وتضلي تصبني وتضلي تنشري. انا هذا الشيء كله هو انا ماشي كنهضر به باش الناس يسمعوني. اما انا كنشكر الناس اللي عيطوا لي من نفس العماره انا كنشكركم الله يخلي لكم وليداتكم وما يعز عليكم. اما الموضوع ديالنا انا راه ما كنطلبش في الفلوس ولا نطلب الدواء. حنا قلتي لي انا ما كنطلبش الفلوس راه قلتيها لي قلتي لي انا ما باغاش الناس يعاونوني انا باغي حقي يرجع ليا. انا ما نطلبش الديور انا ما نطلبش الناس يدوني الكراج على اللي شويه بيجامه باش نلبسها. الله يرحم لكم الوالدين اللي بغى يعاونني. انا هذا البيت ديال الدوله يوقف معاك شي واحد سميتو هو يا الريسي سميتو هو خلص معاك قالت لك لا ما تخلصيش معايا ومشيت الاملاك المخزنيه الله يجازيهم بخير وقالوا لها عندها الحق وتهازت مع الموظفه قالت لها عندها حق قالت لها هذاك البيت في حياه ماما قالت لها ماماك ماتت الله يرحمها هذه السيده راها مرته كون ما كانش ما عندهاش الحق ما غاديش من الاول ما تستقبلهاش صافي بقات كتغوت على الموظفه وداك الشيء من بعد الموظفه قالت سيروا للمحكمه وهادي وهادي خرجتي انت سلميا مجراوي عليك تحت الحديده اي صافي عييت بالتهدود وانا كرشي كلها غادا تشرب وغادا نفتح واش انا لقات ماشي نهار دخل لي قالت معسلي تماك وداك الشيء صافي ما بقى لي حتى شي حاجه وشدني الحريق وشدني الالام شنو الحل صافي زيت حوايجي وهدتني ولات كتهددني بخوتها ولات تهددني بخوتها اما كيقول لك الناس ربي عمرك وعاد قلب على على شنو اللي غادي يوقع من بعد. دابا هاد السيده اللي كنعرفها عندها دارها واختها عندها دارها والدريه الصغيره كتقدم لي نداء من هاد المنبر انا ما كنش نطلب منكم الفلوس ما تعطوني الفلوس ايما انتم يا حاجه ما تسمحش لكم فيها استغللتوني تا السيده بالدار ورا جيتي ليها وشتيها وبقيتي انت هي السبب ماشي اختك الاخرى انت السبب يبقى تقول لي جي جي انا معاك غير جيت تحت ما يخرجك تحت ما يدوي معاك ما عقلتش عليك لا ولا كان ما عقلتيش عليا كانت ثم عندكم النتيجه اذا بباكم ما قدرتوش تقابلوه وما قديتوش عليه وكيما قالت اختك قالت لك راه قالت لي يا اختي ما تقدريش تقابلي بابا 24 ساعه ل 24 ساعه انا كنت 24 ساعه ل 24 ساعه ما كيسهروا معايا ما كيباتوا معايا ما كيبركوا معايا ما حتى شي حاجه كيوقفوا كيطلعوا على باهم وكيزيدوا في حالياتهم. ما تيتفكروا هذيك الخير اللي درتي في الاب ديالهم انا هذاك راجلي كانوا يخلوني في داري وزيدون راه الناس كيجيو من بلاد لبلاد كيداو بعيده علاش هي الرحمه بعيده شدوا لكم كورسه وما تشمش لك داري وحوايجي وتقريتوا بيا الغارات وعاد رميتوني الزنقه واللي كنت بوسط برط ما وليت بوسط بيت فوسط بيت لا جا عندي غير ضيف الله ما غاديش يبقى فيني نعس علاش جرتوا لي هويا هذا راه غبيت اللي خرجتني منه ديال الاملاك المخزنيه وانا كنشكرهم بيدين عطوني حقي ولكن انت وليتي كتهديني بخوتك وهز عليا الزروطه تهددتني وخرجتيني وانا خليت لكم الله سبحانه لو كنقدم نداء للجاري لا وليدي راك مسلف من عندي الفلوس هذه سبع سنين وانا اليوم هذا ماشي موضوع لي ديال الفلوس انا نخلي لكم الله سبحانه وبيني كيقول لك الله سبحانه من منع وارد منع الله من دخول الجنه انتم قارين انا راني امي ما قاريش سميتي ولا كان قول الله سبحانه راه كاع الناس كيعرفوا اللي قاري واللي ما قاريش اللي بغى يعرف الله راه غادي يعرفوا واخا يكون عمى ولا صمت موت با سلفت عليه وانا راه حسب بيا الله ونعم الوكيل فيكم راه حسب بيا الله ونعم الوكيل فيكم راه محكمتي معكم هي الله راه شعبان هذا وموراه رمضان والناس كتصلي وكتصوم وكتصدق الجوامع وكتصدق الحسنات وانتم باكم اصدقتوا عليه صدقتوا عليه خليتوا لي الغوت موراه خليته مرته مليوحه في الزنقه دموعها في الارض راه حرام عليكم هادشي اللي كديروه ما قلتوش هاد المراه غتصبح ميته اليوم ولا غدا انا راه هزتني امه المصطفى امه المصطفى هي اللي هزتني اللي في محمد عبده وهي اللي هزتني من السبيطار وجافتني نعستني عندها علاش ما هزيتونيش انتوما فينا فينا نهار خليتكم في السبيطار بوحدكم فينا نهار احتاجيتوني وخليتكم ما شافونيش ما عرفونيش وعرفتني الوقت اللي غادا انا ندير فيه العمل ديال شهر 11 نهار 3 في شهر 11 الشتا طيح فوق مني نهار الجمعه نهار 3 في شهر 11 الشتا كطيح وانا اللي سبح وجاتي وجات هددني بغات تضربني وحبسها غير العساس ديال العماره هو اللي حبسها. لهالدرجه. حتى لهذه الدرجه والعساس ديال العماره هو اللي حبسها. لا انت قالت لي انت ما كتحشميش فعلا ما كنحشمش حتى ثقت فيكم وشرشم داري كنطق في داري نقي سناني ونخلص لكم ولا تساعدني وكريت بيت والعاوني ولكن انتم راكم درتوا لي ضربه في ظهري واليوم انا سمحوا لي اللي كيعيطوا لي على ود المعاونه انا راني بغيت حقي من الحقره اللي تحقرت حيت ما عنديش ولادي ما عنديش والديا ولكن عندي الله سبحانه عز وجل وفين مشاو والديا ووالديكم
راه نتوما غتمشيو خلوا والديكم راكم نتوما غتمشيو كاملين. احنا قلنا لك الضرب في الارض حنا قبوره، الا حقرتيني راني خليت لكم الله سبحانه. كون عند الجاري الحق ولا خايبين ولا زينين راه ما يخرجونيش، ولكن راه الشابونه هي الدريه الكبيره هي اللي كلشي دوراتو وكلشي سرات عسراتو. وانت يا بنيتي الدريه الصغيره عطيتيني امان وقلتي يا خالتي عمرني ما نسمحك وعمرني ما نخليك، وهزيتي بابا وانا ما كنش نقول لك عطيني ولك على ود باش تسلبيني ولا ود باش تدعميني، ولكن على ود كل ما طيبه تصدقي على باك. راه ماشي القران او لا الصلاه وحقوا الواد وخلوا خرجوا مرت بوانا بدموعها، راه بيت ديال الدوله هذا، راه ماشي ديال بديوركم بنيتي، وانا راه بيني وبينكم الله سبحانه. حاجه كنشوف دموعك على المروه. الدموع ماشي في عينيا، الدموع تخسرت كامل بعد الدموع اصلا. انا علاش حتى هاد الناس حقروني حتى ما عندي حد، ولا كان عندي الله واحد اللي ما يساوى لينهم هو مول الليل ومول النهار، وحسب بيا الله ونعم الواكل فيكم والسلام عليكم. لا اله الا الله محمد رسول الله. حشومه وعيب وعار هاد الشيء هذا اللي درتو في هاد السيده هادي اللي سلفاتكم وقفات بجنبكم وعطاتكم الحنان في الاخير بعد الوفاه ديال الاب المال ديالها انها تلوح على الشارع. حشومه وعيب وعار وعيب وعار. هاد السيده اللي ما كطالب والو، كطالب سوى بالحق ديالها، وقالت لي انا ما بغيتش الناس يعاونوني، انا بغيت حقي يرجع ليا. فرسالتها للناس عفاكم الله يجازيكم بخير، اللي كيعرف شي مسؤول او لا محامي انه يعاون هاد السيده هادي. بنت باب الله، بنت خير وبنت النيه وبنت الاصل وبنت الجود، المراه المغربيه الحره اللي قاتلت مع الزوج ديالها وتحاربت معاه حتى الوفاه ديالو. مشاهدينا الكرام، لا اله الا الله محمد.